والله يا ثمار، اولا استقرار طبعا، والانسان لما يتزوج بدري وينجب اولاد يعني يحملهم مستقبلا، هنا استقرار الشخص واسره، يكون اسره، ويمكن هذه مميزات الزواج. بالنسبة للشباب كما نص الدين طبعا، واستقرار نفسي واجتماعي مما يؤثر إيجابيا طبعا على الأسرة، والأسرة أيضا تؤثر إيجابيا على المجتمع. الزواج فيه من الخير العظيم، وفيه من تكوين الأسرة، وفيه بناء المجتمع. وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الزواج فيه تكوين الأسرة، فيه تكاثر للنسل، وهو من لبنات بناء المجتمع، من بقاء النسل البشري. الثمرات والله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإكثار في أمته صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الزواج، من استطاع الباءة فليتزوج. الزواج كله خير، ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وإذا حصل فيه تفاهم في الزواج وود ومحبة، فالحمد لله كله خير الزواج. رياض السعادة.